هادي والله تحية هذه له بصراحة، هو مدرب مجتهد ويحب العمل وأني استفادت منه ويعني أتمنى له كل الموافقية. هو رجال طيب وإنسان مخلص بعمله. زملائك الحراس شلون هالعلاقة؟ زملاء الحراس يعني هم أكيد هاي توفيقي من نفسهم طيب. حلو. نفسهم طيب وياي والكل الحراس اللي وياي هم على مستوى العالي بصراحة. يعني حسن أحمد هسا مثل ما تشوفون يعني حارس منتخب أولمبي جاي يقدم مستوى جيدة مع المنتخب، وكان سبب رئيسي لتأهيل المنتخب للنهائيات الآسيا 2000. تواجد حارس منافس وياك ويمثل منتخب أولمبي ينطيك دافع أن تقدم أفضل أكيد مستوى؟ أكيد هو منافسة شريفة بيننا، إحنا أربع حراس على مستوى عالي، حتى محمد حسن حارس الرابع هو كان حارس منتخب شباب، وعلي عبد الكريم ما متحياتي إلا وهو هم حارس خبرة وصار له فترة من دوري العراقي وجاي يلعب وجاي يقدم المستويات بالأندية سواب زاخوة بنفط الميسان. هذا الشيء يعني يخليني يعطيني دافع أكثر أتعب نفسي وأكون مستمر بمستواي. ممتاز. لو سألتكم عن الدوري العراقي بشكل عام يا محمد، أسألك عن قوة الدوري.